بغيت اليوم نقدم لكم واحد اللبسة تكشيطة بتوب جوهرة للناس اللي عندهم بزاف تساؤلات على هاد التوب جوهرة، يعني من كيبغيو يخيطوا ولكن من غير جلابة ولا قميص. اليوم احنا قدمنا لكم جوهرة مخدومة على شكل تكشيطة، تكشيطة في الكرونة درناها بالنسبة للعريسات اللي عندهم الحنة وبغيو يخرجوا على المعتاد، يعني اللبسة خضراء. احنا درناها كرونة ودخلنا فيها احجار في الخضار في الكرونة، ودرناها في صالة جديدة، درنا فيها افتتاحات في صالة جديدة وهي كانت شحال هذه، ورجعنا لها درنا في صالة يعني هكا افتتاحات. وفي العوض من العروسة ولا السيدة دير شمار، احنا خدمنا لها الشمار بزواق المعلم ومنبت حتى هو، ودرنا فيها هكا خدمة رقيقة خفيفة باش ما تثقلش الثوب، حيت جوهرة كتكون من يعني جوهرة حرير كتبغي شي حاجة اللي تكون خفيفة وانيقة في نفس الوقت.